مشاهدينا نمر وإياكم إلى بورتريا النشرة الذي خصصته لنا كاميليا عبد اللاوي لأحد أفضل ما أنجبت الكرة الإفريقية، أحد أحسن سفراء الكرة الجزائرية بأوروبا في العشرية السوداء، كاتبا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ أوكسل الفرنسي وفالنسيا الإسباني. موسى صايب لنتابع. لاعب خط الوسط والقائد التاريخي لنادي شبيبة القبائل، مفخرة الجزائريين في أوروبا سنوات التسعينات، وأحد أصغر المساهمين في تتويج الجزائر باللقب القاري الوحيد عام 90. هيا بابا الشيخ نيفغ سيدي ربي، هيا بابا الشيخ يا سد وسكت. ابن مدينة ثنية الحد بولاية تيارت، بدأ ممارسة كرة القدم في فريق مدينته وهو لم يتجاوز 12 من عمره، ليخطف بعدها أنظار شبيبة تيارت التي لعب لها موسمين فقط. وبفضل موهبته الكبيرة شد الرحال صوب منطقة القبائل ليتقمص ألوان فريقها العريق الشبيبة بداية موسم 89. وداخل أسوار العملاق القبائلي حقق موسى نجاحات لا تعد ولا تحصى، فتوج بلقب البطولة وكأس إفريقيا موسم 90 ولقب كأس الجمهورية موسم 92. ولأنه صاحب فنيات كبيرة كان لابد له أن يحترف في فريق كبير مثل أوكسر الذي التحق به موسم 92. لعب معه 5 مواسم، رفع فيها لقب الدوري الفرنسي موسم 96 وكأس فرنسا مرتين، ليحط الرحال بعدها بفريق فالنسيا الإسباني ومنه إلى توتنهام الإنجليزي الذي حقق معه كأس الرابطة موسم 99. قبل أن ينتقل إلى فريق النصر السعودي ويشارك معه في كأس العالم للأندية عام 2000. صايب راوده الحنين من جديد فعاد مجددا إلى أوكسير الذي لعب له موسما واحدا قبل الرحيل صوب لوريون موسم 2001، متوجا معه بكأس الدوري الفرنسي موسم 2002 وكأس فرنسا لنفس العام. ومن لوريون قرر العودة إلى فريق القلب شبيبة القبائل موسم 2003 مرا قبل ذلك بفريق دبي الإماراتي. وبعودته عادت التتويجات إلى معقل الكناري فرفع درع البطولة موسم 2004 مقررا الاعتزال بعدها. على صعيد المنتخب حمل موسى صايب قميص الخضر لأكثر من 12 سنة توج فيها باللقب القاري الوحيد للجزائر عام 90 والكأس الأفرو آسيوية عام 91، ليدخل بعدها عالم التدريب من بوابة فريق القلب الشبيبة القبائلية محققا معه لقب البطولة موسم 2008، كما أشرف أيضا على قيادة العارضة الفنية لأولمبيشلف إضافة إلى فريق نوازي لوسيك الفرنسي. مسيرة صايب كانت ميزتها الأولى النجاح والتألق وملامسة الذهب أينما حل وارتحل، فمتى ستشهد الكرة الجزائرية مايسترو مثلك يا صايب؟ أسب وسكت زناوي يا بابا الشيخ.